فيديو مستفز منتشر او متواجد على تويتر لرجل امن كويتي شايفيني باحدى المولات، كيف فات من وراء الكاشير وحط الاغراض تبعه قبل العالم كلياته وبده يمشي قبلهم كلياتهم، حتى اخذ عرباته. وشوف المره رجعت لورا، وهسه ايضا يدفش او يدفع عربانه هذا الرجل الثاني باسلوب بشع صراحه، ترويع وترهيب وتخويف. يعني اذا كنت رجل امن وحاط نجمه بدك تحرق العالم، يعني مثلا كيف طلع اغراضه، كيف بلش يحطها والعالم وراء نسوان ورجال، ربما هي المراه عندها اولاد ينتظرونها بالسياره، ربما الاب اللي وراه في عنده حاله طارئه مستعجل، انت كيف تجي تاخذ دورهم وتطالع اغراضك وباسلوب يعني مستفز جدا الصراحه. يعني هذا الفيديو شايفين كيف دفع العربه، هذا الفيديو استفز الشارع العربي والشارع الكويتي خاصة، علما أنه وزارة الداخلية نشرت بيان بعد هذا الفيديو بساعات قليلة، قالت أنه نعم هذا من منتسبي الوزارة يعني تابع لهم، وتم إحالته إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أعتقد الإجراءات اللازمة تكون مثل بحق مثل هكذا الشخص وإبعاده عن الخدمة نهائيا وحرمانه على الأقل 5 سنوات من الالتحاق بأي وظيفة للدولة، لانه اسلوب مستفز. شوفوا كيف عم يحكي مع السكيورتي تبع المول اللي يشتغل بالمول الحمايه، ايضا يتجادل معاه بطريقه متعاليه، يعني جاي من فوق انه انا ضابط وانا ملازم واسوي اللي بدي اياه. انت وظيفتك تحمي الناس، مو ترهبهم، مو تروعهم، مو تعمل هكذا افعال. يعني هاي الافعال صراحه تشوه سمعه وزاره الداخليه. انتوا هو الامن، الامن معناها الامن، الامان، السلام، وليس الارهاب والترويع والتخويف، وجايين لي عن ناس جايين من البريه واخذ الاوليه. يعني ايش الاسلوب البشع؟ شايف كيف حتى عم يحكي مع ابو الكاشير، يمكن قالوا على انه طلع هالمبلغ هالقد وما اخذ الاغراض وراح، يعني هو سكران، هو مجنون، هو في عنده اضطراب نفسي، هو محاول بس بده يثبت شخصيته امام العالم انه انا اقدر اسوي اللي يجي براسي. شايفين المره كيف عم تقول انه هذا مجنون؟ يعني ايش قصده هذا؟ ايش سوى هالحركه هاي؟ الناس هنا بلشت تضوج وتناقش ابو الكاشير باسلوب تعبر عن غضبها طبعا فعلا. يعني